أؤكد على الكلام الذي تفضل به الدكتور عبد العزيز فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بين الإنسان فيما يتعلق في التعليم والتنمية. طبعا هدفهما وغايتهما في نهاية المطاف هو الإنسان، نعم. فيما يتعلق بتنمية القدرات والمهارات والقيم. هذا لا يتم بالتأكيد إلا من خلال التعليم النوعي، نعم. وكل الدراسات التي تمت سواء قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة أو الدراسات الحالية تؤكد على أن عملية إصلاح التعليم هو الجزء الأساسي والعمود الفقري في أي عملية تنمية. التعليم النوعي تحديدا، والتأكيد في هذه الحالة على النوعية وليس على التعليم لمجرد التعليم، هو الذي يبني رأس المال البشري. من هذا المنطلق كل المحاولات السابقة التي تمت في المملكة العربية السعودية في عملية إصلاح التعليم، تطوير التعليم، تحديث التعليم، كانت في نهاية المطاف تصب في هذا الاتجاه، بمعنى آخر معالجة المشاكل التي تحدث بشكل مستمر في النظام التعليمي. أنا أعتقد أنه في ما يتعلق في رؤية 2030 كانت المعالجة شاملة وضابطة من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة. نتحدث عن الجهات الحكومية، تكامل الوزارات وأدوارها فيما يتعلق في النظرة الشاملة التي أعتقد بإذن الله أنها سوف تقوم بعملية إصلاح حقيقي للتعليم. نتحدث عن المبادرات اللي تمت في 20 البرنامج التحول الوطني 2020. نتحدث أيضا عن البرامج والمبادرات التي تتم في وزارة التعليم تحديدا. إذا تحدثنا بشكل عام في ما يتعلق في العالم، نجد أنه العالم هناك مشاكل تعليمية قائمة ومستمرة منذ أمد بعيد، لكن في الآونة الأخيرة هناك فيما يتعلق بالعولمة، فيما يتعلق في الثورة التقنية، صحيح. والاتصالات، كل هذه الأشياء أدت إلى أنه زيادة على المشاكل القائمة أيضا ظهور مشاكل جديدة، وبالتالي يجب أن يتم التعامل معها ليست بنفس العقلية القديمة ولكن بعقلية جديدة، نعم. بأدوات جديدة. ومن ثم فإن ما نراه الآن في برنامج التحول الوطني وتحديدا دور وزارة التعليم في إنجاحه هو في الحقيقة لا يتوقف فقط على إنجاح المبادرات التي تخص وزارة التعليم فقط، ولكن أيضا مساهمة فعالة في إنجاح رؤية 2030 من خلال المساهمة الفعالة للإصلاح التعليمي. ممتاز.